اللهم اللهم صلِّ صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا محبتك يا رب العالمين، ومحبة رسولك صلى الله عليه وسلم، ومحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك أن تجعل لنا من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم واخلع علينا خلعة الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، واسترنا ولا تفضحنا، وكن لنا ولا تكن علينا. احفظ بلادنا مصر من كل مكروه وسوء، وسائر بلاد المسلمين، وجنبنا الفتن والزلازل والمحن يا رب العالمين. اللهم جنبنا الزلازل والفتن والمحن يا رب العالمين، واجعلنا هداة مهديين، لا ضالين ولا مضلين، ولا مبدلين ولا محرفين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا، اللهم إنا نسألك يقينا صادقا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وارزقنا من العمل ما ترضى يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من العمل ما ترضى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك شفاعة سيد الأنبياء، وأن تحشرنا تحت لوائه لواء الحمد يوم القيامة، وأن تسقينا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ترزقنا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، واجعلنا من عبادك السعداء. اللهم اجعلنا من عبادك السعداء يا رب العالمين. دعوناك ربنا كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.